مع كتاب الله جل وعلا دائما، ومع الآية النور، مع الآية التي هي نور مما سبق بيان بعضه أو بيان بارقة من بوارقه من قوله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. وسبق ما تيسر من البيان من الخطل والخلل والخبل الذي عليه بنو إسرائيل من اليهود والنصارى والكفار أجمعون في ضلالهم وتيههم عن الحق، وما تبين لهم هم من حقيقة الإسلام ومن عظمته ومن كماله ومتانة كتابه القرآن العظيم. فإذا قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هذا القرآن الكريم فعلا جاء بالحق وبالحق القوي المبين الدامغ الذي يدمغ الباطل ويزهقه. ومن أهم المعاني العظيمة لذلك ما يجده المؤمن حينما يقرأ كتاب الله جل وعلا من الهيمنة على سائر الكتب وسائر المعلومات السابقة، مهيمن هذا القرآن الكريم، مهيمن على ما سبق من الكتب. ولذلك يجد اليهود والنصارى أنفسهم في حرج من هذا القرآن، يتحرجوا لما يقرأوا حقائق القرآن الكريم ولو بمعانيه المترجمة إليه، لأنه ما من باب تحدثت عنه التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو أي صحيفة دينية عندهم إلا وتحدث عنها القرآن بأحكم ما يكون الحديث وبأدق ما يكون الحديث وبأحق، يعني الحكمة والدقة والحقيقة، وبأحق ما يكون الحديث والكلام. فالتوراة التي عندهم الآن محرفة، يعني تشبه التوراة، هي ماشي التوراة في الحقيقة، أما التوراة الحقيقية انقرضت، إنما هي ما علق بإذهان بعض الحواريين من كلام المسيح عليه السلام دونه، وهذا الذي علق بإذهانهم وقع عليه التحريف الكثير. يعني القصة دي التوراة، يعني النص اللي هو الوحي اللي نزل على سيدنا عيسى لا أثر له كاينش نهائيا، النص الأصلي لا وجود له ولا لي حرف منه ما كاين شيء. فهذه الأناجيل، يعني قلت التوراة الذي أنزل على موسى، نعم هذا وهذاك بحال، يعني التوراة الذي أنزل على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى كلاهما لا وجود لنصه الأصلي كاينش، وهم يشهدون بذلك، علماء الخبراء مؤرخ الأديان عندهم يشهدون بهذا، عندهم مسلم، وخدعاة من دينهم يجادلون في هذا، ولكن جدالهم ضعيف هالك متهالك لا يصبر أمام الحجج التاريخية ولا قليلة، ماشي غير إلا قليلة ولا قليلة، لحظة واحدة كينهار، يعني يشبه وضع كتبهم وضع السنة عندنا، يعني الريحة ديال الشبه، ماشي الشبه، يعني ماشي يعني المنزلة ديال هاد التوراة اللي كيدور دابا أو الإنجيل اللي كيدور دابا بالمنزلة ديال القرآن، حاشا، بمنزلة يعني نسبيا ديال السنة عندنا، كما السنة عندنا فيها الصحيح والضعيف والموضوع اللي غير كذوب كاع ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، فكذلك وضعوا أناجيلهم وتوراتهم، يعني الكلام اللي رواوه هذوك الصحابة اللي كيتسموا الحواريون رواوه عن الأنبياء ديالهم، إما عن موسى أو عيسى أو عن داود أو غيرهم من الأنبياء والمرسلين من أنبياء بني إسرائيل جميعا. فالكلام اللي تروى ماشي كلام الله، كلام الله انقرض منذ زمان، ضاع منه انتهى، النص يعني النص الحرفي ديال التوراة والإنجيل ضاع لا وجود له، وإنما هو كلام رواه أصحاب الأنبياء حواريون رواه عن أنبيائه، ولذلك هذا إنجيل متى، هذا بولس، هذا كذا، يعني روايات متعددة بحوادث في كثير من الأحيان متناقضة ومقطوع، لأنه فيه الموضوع كثير، كما احنا عندنا في السنة فيها الصحيح والضعيف والحسن والموضوع، لكن ربي تعالى أحفظ السنة كما حافظ الكتاب، وهيأ علماء الإسلام في وقت مبكر شديد التبكير من القرن الأول الهجري بدأت حركة النقد في رواية الحديث، فلم يكن القرن الثاني قد اكتمل أو انتصف، يعني تقريبا بداية القرن الثاني الهجري حتى كانت السنة في الأغلب من حيث المنهج تغربلت. شعبة بن الحجاج من أوائل النقاد، شعبة
من أوائل النقاد في الحديث، توفى سنة 161 هجرية، بمعنى أنه يعني 60 سنة ديال بداية القرن أو من القرن الثاني الهجري كان خدام في غرب السنة، يعني ما جاي كمل القرن الأول، يعني قرن واحد من بعد هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما كمل قرن واحد من بعد هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى كانت السنة راه كتخدم كتغربل وكتلصق. أما القرآن خلاص، يعني القرآن نقل بالتواتر، نقله الآلاف على سيدنا محمد على رب العالمين، لا أثر فيه للزيادة والنقصان. وقد تحدثت قبل بأنه لم يستطيع أحد منهم طيلة هذه القرون مستشرقون أن يثبت شيئا من هذا، ولو استطاع لأقام الدنيا وأقعدها. الآن اليهود والنصارى اللي بغى يقول بأن القرآن فيه الغلط ولا من ناحية التاريخية ما تبش، كيضحكوا عليه اليهود والنصارى، ماشي المسلمين، لا اليهود والنصارى العاقلين يعني العلماء والخبراء ديال الأديان ديالهم كيبداو يضحكوا عليه، يعني أنه لا مجال إطلاقا لإثبات الزيادة والنقصان في كتاب الله جل وعلا العزيز. فإذا السنة غربلت ووثقت، أما أناجيلهم المزعومة فلم تغربل ولم توثق، بل القرن اللي جاك يزيدوا فيه الكذوب، والقرن اللي جاك يزيدوا فيه الكذوب، وهكذا وكذا، حتى ولا العهد القديم في واحد عرام المجلدات كلها كذب، وهي في أصلها لا تجاوز 7 طوال. يعني التوراة كما ثبت بالحديث الصحيح المليح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجم ديال التوراة التي أنزلها الله في الألواح على موسى عليه السلام ما تعداش 7 طوال، يعني الصور 7 الكبيرة من صورة البقرة إلى صورة براءة على خلاف في عدها، يعني ما كانتش كبيرة بزاف. أما الإنجيل فكان أقل من ذلك، لا يجاوز 200، يعني ذلك الصور اللي عندنا في القرآن فيهم 199 أو 95 أو 105. أما الزبور فكان عبارة عن قرآن، يعني توالي أنه كله كيتسمى قرآن في الأصل، قرآن يعني قرآن كلام الله عز وجل، هذا معنى ديال القرآن، يقرأ ما كيتعدى شيء، يعني واحد 5 حزاب 6 حزاب، يعني قد البقرة يمكن يزيد على البقرة بواحد الحزب آخر يدخل في آل عمران، هذا هو الزبور يعني الحجم دياله. وكان عبارة عن أدعية وأذكار، توراة كانت عبارة عن تشريع، حلال حرام حلال حرام، تشريع الواجبات والمندوبات والمحرمات، الزبور كان أدعية وابتهالات، الإنجيل مواعظ، والقرآن كل ذلك جميعا. القرآن فيه التشريع، فيه الأدعية، فيه المواعظ، وفيه بركات لا تنحصر إطلاقا. صحى الرسول الله، صحى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام باش تعرفوا بأن الزبور ما كانش كبير، قال عليه الصلاة والسلام: يسر القرآن على داود، سهل عليه القرآن دياله اللي هو الزبور، فكان يقرأه بينما يأمر بإسراج دوابه، يعني أنه غير كيعطي الأمر للجيش دياله، إن كان ملك داود عليه السلام، كان ملك وابنه ملك، كيعطي الأمر للجيش دياله باش يسرجوا خيلهم، من اللي كيبداو يسرجوا هو كيبدا يقرأ، ما كيجي فاش كيكمل كيكونوا كملوا حتى هما تسراج، يعني واحد الساعة المكانة ديال القراية وكمل يعني الختمة ديال القراية، شحال خاصة يعني ما هي وما لونها. بينما الختمة ديال الزبور في واحد الساعة المكانة أو ساعة ونص، الجيش بدا يسرج غادي يركبوا على الخيل ديالهم، بدا هو ختم، يعني تقدير ديال ساعة ساعة ونص ديال المكانة، يعني 5 حزاب 6 حزاب 10 حزاب كاع، هذا الزبور كله، باش تعرف بأنهم كذبوا 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 باش طلعوا الكتب ديالهم، يعني واحد سطر ديال الكتب والمجلدات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هما معقدين من هذه الناحية معقدين. وفعلا لأنه الموضوعات كلها ديالهم تكلم عليها القرآن، والتحدي بالتحدي تكلم عن موسى بعلم وكيتحداهم في المعلومات، يقولوا راكم غلطين في المعلومات، تكلم عن عيسى بعلم وعن سليمان وعن داود وعن كل الأنبياء منذ بدء الخلق والتكوين إلى آخر ما يكون من قيام الساعة، وانتقد الكتب السابقة مما افتراه بنو إسرائيل، انتقد الكذب ديالهم وبيّن خطأه وزلله وكشف عورته، وكيطرح التحدي، قل هاتوا برهانكم، ها القرآن بسلطانه ببرهانه من يتحدى من العالمين؟ لا أحد. قوي قوي جدا، يعني تعبير ديالهم متهافت، جاهلون بالله. الصباح كان قرأ واحد الكتيب ديال شي داعية نصراني كتبوه بالفرنسية، كيوصف فيه الخطيئة، يعني باش يتكلم على الخطيئة باش تعرف الجهل ديالهم بالله. سبحان الله، الإنسان ملي كيبدأ يعرف يعني يشوف الآخرين كي يتكلموا على ربهم وكيفاش يتكلموا على دينهم، كي يكتشف شحال هاد النعمة ديال الإسلام، يعني أعرف الناس بالله المسلمون، كيتكلم كيقول ودي راه ملي كدير الخطأ كدير الخطيئة فإن الله يعني يصاب بالحزن سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير، يعني عبر الفرنسية تريست، الحزن صفة نقص وضعف،
لا يحزنوا إلا الضعيف. إن الله يغضب، ما يعرف وش يقول يغضب. الغضب دال على القوة والجبروت، ولذلك فهو جل على يغضب، فباءوا بغضب على غضب. حاشا سبحانه وتعالى وش يحزن، إنما يحزن الضعيف. إن الحزن والأسى والحسرة من صفات الضعف، يعني واحد الحاجة يعني ما دركتهاش وما قدرتش نوصلها، وفتني كنحزن. وإنما يحزن من يصاب بالمصائب، وتعالى الله عن ذلك علو كبير. محنين هادو دابا العلماء، يعني علماء الدين ديالهم محنين في معرفة الله. والعنوان ديال الكتاب شنو هو؟ ماذا تعرف عن الله؟ سبحان الله، والله فعلا مثير للضحك والسخريه. لانه سيدنا محمد، والاسف والاسف يا حسره على العباد، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واحد اختار واحد اليهودي لحداه وبغى يفهم عليه، بغى يوريه لان كان عارف الله. قال له اش ظهر لك؟ يعني بالمعنى العام من الكلمه، ما بالك اذا جعل الله او حمل الله السماء على ذي والارض على ذي، وقعد كيعدد الكون وكيدير له بصبعه هكا، الارض يديرها هنا والسماء يديرها هنا والسماء الاخرى يديرها هنا، وبدا يعدد له. فتبسم رسول الله، بدا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيضحك على الجهل ديال هذا اليهودي. ذلك مبلغهم من العلم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، بلا تشبيه، ما يبقى ديال صباعه هكا ولا يده هكذا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لأن اليهودي كيبدا يتخلي الدين والصبعين والرجلين، ما عندوش يعني العلم الحقيقي بالله. والله عز وجل لا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى، تثبت له الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل، كمال الجمال ديال العقيدة الإسلامية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله، الله جل وعلا بعزته وقدرته أعلم عباده المسلمين علما به. أعلم الناس بالله عباد الله من المسلمين. القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته تعريف بالله، ولا كأي تعريف. لمن أراد أن يعرف الله حقيقة على ما يكون الحق فعليه بهذا الكتاب القرآن الكريم. يعطيك صفة الكمال كصفة النقص. الله يحزن سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإنما هو جل وعلا يرضى ويغضب، يرضى ويغضب، وتنسب له الصفات التي أثبتها جل وعلا بنفسه كما أثبتها لنفسه في كتابه أو ما نسبه إليه رسوله وحيا عليه الصلاة والسلام مما ثابت وصح عنه عليه الصلاة والسلام، لا يزاد على ذلك ولا ينقص. لأن بنادم غير بدأ يدخل الفهم ديالو غيوقع في التشبيه أو يوقع في التعطيل أو يوقع في المصائب والكوارث، يعني التصورات البشرية. تصورات البشر بدون وحي، بدون وحي عن الله، هي كتصورات الأطفال. يعني عندهم عقدة، من أشهد العقدة جاتهم أن الإله ديالهم كيتصوروه تصور بشري، لأنه داروا المسيح ابن الله عز وجل، فصاروا يتحدثون عن الله كما يتحدثون عن الإنسان سبحانه وتعالى. عن ذلك علو كبير. كيف يحزن الله عز وجل؟ إنه وقع لهم تداخل في المخ ديالهم بين رب العزة وبين عبدين من عباده، وهو المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلوات والسلام. ومن عقدهم أنهم أجهلوا الناس بالمسيح، كيعرفوش المسيح شكلا ومضمونا، حتى في الصورة ديالو غالطين فيه، ما عندهمش القدرة حتى على تخيل الصورة ديال سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام. من اللطائف التي يعني أيضا تثير السخرية والضحكة الآسي فعلا، كيصوروا سيدنا المسيح، راه كتعرفوا الصوره ديالو راه مشهوره، كتبع حتى انا مع الاسف في الاسواق وموجوده في الكنائس ديالهم. كيصوروا واحد الرجل عينيه زرقين ووجهه زعر والشعر ديالو صفر، ما عمر المسيح ما كان هكاك. كذبوا. هذه الصوره ديال الانسان الاوروبي، والمسيح ما عمره ما كان اوروبي، هو رجل مشرقي. وصح في الحديث النبوي الصحيح ان سيدنا محمد شافه، وشافه في الصوره ديالو البشريه الارضيه، شافه في ليله الاسراء والمعراج. لأنه سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام هو شاف الأنبياء كاملين، ولكن يعني وجود الأنبياء في السماء الآن في الدنيا وجود روحاني، لأنهم ماتوا. فالصور التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي صور الأنفس، أما الأجساد فقد دفنت في الأرض. إلا المسيح، معلوم قطعا بنص القرآن الكريم أنه ما قتل وما قتله يقينا، يعني الله عز وجل رافعه ببدنه. فهذه الصورة اللي شاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ديال المسيح هي براسها اللي كانت في الأرض، ماشي واحد آخر، ماشي صورة نفسية أو صورة روحية، لا حرفا. فقال عليه الصلاة والسلام يصفه في الحديث الصحيح ليلة الإسراء والمعراج: رأيت رجلا آدم أحسن ما تكون الأدمة. الأدمة شنو هي؟ السمرة، سمر، ما هو شبيه زعر، يعني وهم يرسمون رجلا على شاكلتهم
هو الدين ديال المسيحيه ما دخل اوروبا حتى القرن الرابع الميلادي. يعني رفع المسيح باربعه قرون عد سلمت او تمسحت اوروبا. فين يجيهم؟ يعني ما دخلت المسيحيه لاوروبا حتى تحرفت في الشرق. تحرفوا اليهود والنصارى في الشرق، عاد وصلتهم مقلوبه. ما عمر اوروبا في التاريخ ديالها لا عرفت المسيحيه الحقيقيه اطلاقا ولا مره واحده في التاريخ، وانما المسيحيه الحقيقيه ظهرت في الشرقي وانقرضت في الشرقي. ما دخلت لاوروبا حتى وجدت، ولذلك رسموا لهم ما يعجبهم، داروا لهم بنادم اللي كيبغيوه هما عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا افضل الصلوات والسلام. محني يعني فعلا محنين في الحقائق الدينيه، ولذلك لا يثبتون في اي شيء من الجدل او الحوار، لا يستطيعون لان الحقائق عندهم باطله ضعيفه، والقران متيقن من نفسه يعني من الايات، وهذه يعني موجوده بالحرف وبالمعنى في كتاب الله في غير ما موطن وموضع، يعني عدد ديال الصور فيهم هذا المعنى، لكن بلفظين عجيب في سوره براءه: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منه، ذلك بانهم قوم لا يعلمون. يعني شوفوا القران التحدي كيفاش داير. يجيك واحد مشرك وراك انت في حرب مع المشركين وجاك يطلب الحمايه ديالك، استجارك فاجره، شدوا عندك وضمن له الحمايه حتى يسمع كلام الله. راه داكشي اللي عنده كله غير الخوال خاوي، ما عنده فراس والو، يكون اللي بغى يكون عنده. راه القران اذا سمعه قهره، الدليل ديال القران غادي يقهره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه الله تعالى، قال له وصلوا الموضوع بالامان، ديروا الحمايه التامه حتى تبلغوا الموضع اللي بغى يوصل له، ثم ابلغه ما منه، ذلك بانهم قوم لا يعلمون، اي لا يعلمون الحقائق الدينيه على وجهها. ولو علموا ما ينطق به القران لخضع منهم من كان في قلبه مثقال ذره من الصدق. يعني غير يكون عنده الصدق انه فعلا بغي الدين غادي يخضع. فان كان دجالا او كان يعني شهوانيا راه ما يسمع لا لهذا الدين ولا لهذاك الدين. ولذلك كثير ممن يماري في شان الاسلام والدين ليس بصادق في طلب الدين. هو اول من ينتهك المسيحيه، وهو اول من يخون التوراه او يخون الانجيل، كثير من الدعاه ديالهم بسبب عدم صدقهم في طلب الحق في التوراه وفي الانجيل. هو كيقرا الانجيل بالكذوب، هذاك الانجيل اللي محرف هو النيت كيعاود يقراه بالكذوب، فلو قرأه بصدق لهداه الله إلى الصدق الحقيقي الذي هو القرآن الكريم. غير يطلب الحق فإذا سمع القرآن خضع، لأن القرآن يؤمن بجميع الأنبياء، وهذه عقدة أخرى كتزاد على العقد السابقة. كما يؤمنون بالمسيح نؤمن به أفضل مما يؤمنون به، وكما يؤمنون بموسى نؤمن به أفضل مما يؤمنون به، ونؤمن بداود وبسليمان وبكل الأنبياء وبكل الحق لا نفرق بين أحد منهم. هذه العقدة ديالهم، ولذلك فعلا حسدوا المسلمين حسادا منهم. هذا الأمر إذن يدل على أن هذا القرآن مستيقن، يعني كلام كيتكلم كلام اللي عنده اليقين من نفسه وعارف أشنو عنده، والله تعالى له العلم المطلق الكامل بما كان وبما هو كائن وبما سيكون إلى يوم القيامة. فاعفوا واصفحوا. الله تعالى يلتفت، كيتسمى التفات هذا في العربية في البلاغة، ما تفهموش بالمعنى الحرفي، يلتفت إلى المسلمين ويقول لهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا العفو والصفح ماشي زعما يعني سمح له، يعني لا، هو بمعنى آخر. صحيح هذا المعنى وارد لكن معنى أوسع، يعني المقصود هنا بالعفو المعنى اللغوي ديالو، والصفح كذلك المعنى اللغوي ديالو. يعني كتقول يعني فعفو زعما ما تدياش فيهم، هذا المعنى العامي، ما تدياش فيهم وما تمحنش راسك معاهم، راه غادي تجاوزهم التاريخ، يعني المعلومات ديالهم تولي متجاوزة تاريخيا وتجاوزهم العلم الطبيعي. تجاوز التوراة المحرفة وتجاوز الإنجيل المحرفة، لأن فيها حقائق تخالف الحقائق العلمية. ويثبتون للأرض الثبات ولا يريدون أن يعترفوا بكرية الأرض ولا بحركتها، وما زال يعني التاريخ ديال كوبرنيك وغاليليو ما زال لصق في الذاكرة العلمية ديال أوروبا وديال العالم كله. حرقوا من العلماء ما حرقوا واعذبوا وقتلوا، لأن يعني عندهم حقائق قال بها قساوستهم جعلوها في كتبهم وزعموها لله عز وجل تعالى الله عنها، لا تثبت. فاعفوا يعني خليهم، اهملهم من قولك عاف الشيء وعاف العشب إذا نما هملا، يعني كتقول عافت الشجرة يعني كبرت ودرت العشب ودرت يعني شجرت بواحد الشكل يعني وحشي، ما جاش الفلاح ولا الجردني عشبها وقطعها،
فالشيء العافي هو اللي يعني تترك تهمل أو الشايط. وفي بلاغة العربي كما في أساس البلاغة يعني تقول العرب أطعمون من عوافيكم دامت لكم عوافيكم. العوافي هي ذيك المكلة اللي شط عليكم طعمون منها، يعني هذا قول الفقراء، أطعمون من عوافيكم يعني من المكلة الفاضلة اللي شط عليكم دامت لكم عوافيكم، يعني الصحة والسلامة والعافية. وإنما سميت عافية لأنه البدن ينمو ويستريح، فإذا فعفوا يعني اهملهم، خليهم يعشبوا يشجروا ويديروا اللي بغاو من الكلام الخاوي ديالهم، ما تهتمش. واصفحوا أيضا بنفس المعنى لكن فيه معنى أكبر من الإهانة. هذاك المعنى كيقول ضرب عنه الصفحة، زعما كتسد عليه في خطرة، راه ربي تعالى سيأتي أمره حتى يأتي الله بأمره. قال بعض المفسرين ذلك تشريع القتال والجهاد، لكن هذا لحينه. ما معنى لحينه؟ يعني لا يستوعب الآية كلها، بل الآية أكبر وأعظم حتى يأتي الله بأمره. إن كان جهادا فجهاد، وإن لم يكن أمر الله أعظم، يعني لما خدمش بندم مازال الله سبحانه وتعالى من وراء كل شيء، حتى يأتي الله بأمره من المصائب لا قدر الله، أو من الهداية لما لا. علاش بندم يحتمل غير يحتمل الأسوأ؟ قد يقلب قلب الكافر مؤمنا، وقد يذله الله، وقد يهديه، وقد فحتى يأتي الله بأمره أمر الله أوسع. يعني هذا الأمر، هذا عبارة ديال الأمر في القرآن اللي كتجي كتعني الأمر الغيبي ديال الله تعالى، الذي لا يستطيع أحد أن يحيط به ولا أن يصنفه. ما عندكش القدرة ولا الإمكان باش تقول أمر الله غادي يكون هاك وما يكونش هكذا، لا، وإنما أمره يعني تقديره وقضاؤه وقدره مما هو وحده من دون خلقه عليم به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قل الروح من أمري ربي، أمر الأمر، عالم الأمر أي عالم التقدير والتكوين الإلهي الذي لا إحاطة لأحد به. فربي تعالى كيقول لك مازال الله سبحانه وتعالى غادي يجاوبهم، إلا ما جاوبهم في الدنيا كاين القيامة. هو الدنيا شحال فيها؟ كفر من كفر وتجبر من تجبر، كان من المسلمين أم كان من غيرهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير، قدير على أن يبيدهم جميعا، قدير على أن يذلهم أو يهزمهم، قدير على أن يفعل بهم أي شيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يجعل لكل وقت قدرا ولكل قدر وقتا. ولهذا إذن المؤمن ما كيبقاش معقد تجاه الآخر من اليهود والنصارى، واللي يكون كيحاور بواحد العزيمة عالية ومرتاح، ما معصبش، لأن الحق عندك والقوة عندك. كذلك الجدل أو الصراع، تخيلوا بالصراع البدني، يعني اللي كيكون بين واحد قوي بدنيا واحد ضعيف، كتلقى عادة هذاك القوي كيتكلم ببرودة، إنه عارف رأسه غادي يقبط هذاك، واحد شدة واحد يحطه في الأرض، والآخر محن لأنه كيعبر على الضعف ديالو بالكلام. فكذلك هم يعبرون عن ضعفهم الفكري بكثير من الهرج والمرج. القرآن الكريم كلمات بليغات وجيزات، ما هو إلا حوالي 300 صفحة، شيء عجيب جدا، يعني هو حقيقة من الأشياء الغريبة أنه يكون كتاب أقل من هذا الحجم، لأن دار فيه التفسير يعني ما يشبه هذا الحجم، كتاب أحاط بالكون كله، يعني الكون كله حقائقها أسرارها من بدء النشء والتكوين إلى آخر يوم في عمر الكون، ثم في إعادة تكوين الكون من جديد كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وضمن ذلك تكلم عن الوجود البشري وطبيعته وتاريخ الأنبياء، ما ترك من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، علم ذلك الشيء من علمه وجاهله من جاهله. وحقيقة من الإعجاز أنه هذه المعلومات الكبيرة الضخمة ممتدة في الزمان وفي المكان وفي التاريخ وفي الكائنات، يعني تجمع في كتاب بهذا الحجم، حقيقة من الأشياء العجيبة. هذا وجهون من وجوه الإعجاز. ولذلك غير بنادم يبغي يتكلم على واحد الحقيقة قد صبع خصو لها مجلد، بينما القرآن الكريم بتعبيره بإشاراته بلطائفه جمع السر وأخفى. ومن هنا إذن المؤمن إذا اشتغل بالقرآن وتعرف إلى القرآن استفاد كثيرا، استفاد علما عن الله وما أدراك ما العلم بالله، واستفاد علما عن نفسه وعن الحق وعن الدين وعن الدنيا وعن الآخرة وعن الآخرين التائهين الضالين والمغضوب عليهم وسائر الملل والنحل.
وتعلم أنا إذن ما النعمة التي أنت فيها أيها المسلم، وتعلم أيضا ما الخسارة الكبرى التي عليها المسلم الغافل عن هذا القرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.